تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء اللي بعد يوم فقط عن الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع. صبح عليكم الخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج دائما تعودتون أو شرحب بالطاقم الموجود معنا، معي اليوم في الإخراج عيسى سبيل، معايا اليوم في التنسيق ميرا القفلي، صباحك وردي ميرا، واليوم طبعا محمود بعد علي غياب غير حاضر اليوم في الإذاعة، بس الصوت اللي دائما تعودتوا عليه كل ثلاثة يكون موجود من خلال صحة وسعادة، معاي دكتورة بدرية الحرمي. صباحك وردي بدرية. صباحك نور وسرور ندى، صباحكم حب وتفاؤل، صباحكم سعادة وإيجابية أعزائي المستمعين. طبعا اشتقت لكم فترة طويلة ما طلعنا على الهواتي، انزين، وإن شاء الله تكون اليوم الحلقة حلقة تسعدكم إن شاء الله بكل الفقرات اللي فيها. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم صحة وسعادة. نحب نذكركم بأرقام التواصل 600-551414 وعبر الرسائل النصية 4006، وبعد كذلك موجودين على لايف انستغرام نور دبي، وبعد ندى على بس لايف انستغرام نور دبي اليوم بس. محمود هيئة الصحة عنده في تليفونه فمو موجود، ما نطلع على هيئة الصحة في دبي. زين، وطبعا محمود مكانك خالي وان شاء الله ترجع لنا بالسلامة. مكانه خالي صوت؟ لا، اخذنا الكرسي مال محمود. في ناس بس في ناس مستانسين اليوم. في ناس مستانسين طبعا، مثل ما تعودتوا دائما يكون عندنا احدث ما عرض او نشر في وسائل التواصل الاجتماعي مع الجميله قلبا وقالبا اسماء الجناحي. صباحك وردي اسماء. صباحك نور فرو دكتوره. صباحك السعاده حبيبتي. هلا أسمى. اليوم وومن باور، كله حريم اليوم في الاستوديو. انا المذيعه عيسى طبعا عيسى موجود، يعني المذيعات اليوم كله طاقم نسائي. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا اسماء. اشتقنا له محمود، اشتقنا له. هي والله هي والله غاب بسرعه ها. عشان كذي اسماء احنا نبغى في مسج حلو ونبغى اخبار حلوه. شو عندك وسائل التواصل يا اسماء اليوم؟ اليوم نحن نبغى نتكلم عن مجموعه من الاشياء. كنا مركزين ايضا في قنوات التواصل الاجتماعي على امراض العيون الانكساريه. بعض الاشخاص ما يعرفون شو هي امراض العيون الانكساريه، او حتى لو يعرفونها بس ما يتخيلون هي كيف تكون. فكنا حاطين مثل رسم توضيحي لامراض اللي هي تعتبر قصر النظر، طول النظر، والانحراف. هاي ثلاث امراض العيون تعتبر من امراض العيون الانكساريه. غير هذا، امس كان عن المؤتمر الصحفي لمنتدى دبي العالمي للسياحه العلاجيه، وكان يتم عرض فيه تفاصيل هذا المنتدى اللي بيكون شهر تاريخ 20 و21 من شهر فبراير القادم. ممتاز. وفي دور وايد مهم في أحد المحاور الرئيسية، دور الإعلام والإعلام الاجتماعي في ترويج للسياحة العلاجية. ونختمها برسالتنا، وهي لأنها ترياح رسالتنا في شيء وايد مهم. صحة وسعادة كان أمس الفلا خاتيانة دكتورة ندى الملك، ما أعرف لو تعرفونها ولا لا. هاي اللي قاعدة عدالي شوي. كانت تتكلم عن الكعوب، يعني في مراكز التسوق. صحيح. وأن 80% من النساء ما يلبسون أحذية مناسبة لأقدامهم مثل أن الشكل حلو. ونحن ننصح الحريم ونقول لهم خلي هذا كله على صوب. صحت أهم، لأن وايد أشياء في المخ والجسم كلها مرتبطة بقاعة القدم. هالشيء وايد مهم، راحة الريل من راحة الإنسان. وعاد اللي يبون يكشخون مشكلة يا أسماء. ولو يعرفون الحذاء اللي كنت لابستين وأنا أصور هذا الفيديو بالذات كان شطبوا عن الفيديو، أعتقد سحبوا عني. أبدا ما كان مريح. ما كان مريح. فعلا دعوة للنساء يا أسماء، يعني أحيانا نهمل أهمية أن يكون الحذاء مريح، نقول يعني تكرمون إلا وجود يعني بلبسه، بس خصوصا لما نمشي في مسافات في المولات أو في الأسواق، هنا فعلا يأثر على رقبتنا، على ظهرنا، على مشط القدم. يعني مو مشكلة إذا بتكشخي في مكان بسيط، مو مشكلة بروز بهام القدم، بروز مثل النساء، هي شيء وايد، في وايد أمراض تطلع.
غير طبعا الركاب ويعني مو بناقصين. ونختمها برسالة إيجابية نساعد بعيدا قليلا عن الأمراض. نقول لا تفكر في المخاوف والعقبات، بل فكر في النجاح والفرص. طريقة تفكيرك تحدد مستقبل، فكل ما فكرنا في الجانب في النقطة السوداء اللي تكون في الصفحة ما راح نشوف لها النقطة السوداء، فدوروا في الفرص الأشياء الموجودة حول هذه النقطة. شكرا لك يا شكرا لك حتي ونهارك سعيد. نهارك سعيد. نروح الحين لدراستنا اللي عندنا في اللي متعودين نقولها دائما في صحة وسعادة. هاي الدراسة اليوم تتكلم عن كيف تتحرك الأفكار عبر الدماغ. وضع علماء الأعصاب خريطة بصرية مفصلة لحركة الأفكار عبر أقسام الدماغ البشري المختلفة، وحدد الباحثون من جامعة كاليفورنيا في بركلي مهام أقسام الدماغ المتعددة التي تشارك في تشكيل وانتقال الأفكار عبر قشرة الفص الجبهي، المنطقة التي تبقى نشطة طوال عملية التفكير. تعد قشرة الفص الجبهي مركز معالجة البيانات التي تعكس تزامن نشاط الخلايا العصبية في أجزاء الدماغ الأخرى. وقد لاحظ العلماء أيضا أن تشكيل الأفكار البسيطة والمعقدة يأخذ وقتا مختلفا في الدماغ البشري ويسبب تفاعلات متباينة في الخلايا العصبية. كما أكد العلماء أن المهام المختلفة التي أداها المتطوعون لهذه الدراسة أظهرت مشاركة الفص الصدغي في التجارب المسؤولة عن السمع والرائحة، ومشاركة القسم القذالي والجداري والجبهي في المهام المتعلقة بالرؤية. كما أظهر التخطيط الكهربائي للدماغ أن الأفكار الأكثر تعقيدا بالنسبة للدماغ تتطلب مشاركة أوسع لأقسامه المختلفة. شوي دراسة يعني معلومة غريبة شوي متميزة اليوم نتكلم عن الدماغ ومهامه. في ذكر قصة قريتها من زمان عن كان في حاكم أو شخص عضو سلطة في زمن أينشتاين، فكان يقول لما يموت أينشتاين أنا راح أخذ عقله وندرسه ونشوف شو الفرق بين عقل العبقري وعقل الإنسان العادي. طبعا أينشتاين ما شاء الله كان معروف أنه جدا جدا عبقري، فلما أتذكر عقب ما توفى أينشتاين وخذوا عقله وشرحوا اكتشفوا عقله عادي نفس عقل أي شخص ثاني. فهيدي إن العمليات المعقدة عندنا في الدماغ ما يتأثر فيها شكل الدماغ، يعني شكل دماغنا يكون عادي، ولكن هي العمليات اللي تسوي داخل الدماغ أنسجة الدماغ نفسها. واعتقد مثل هالدراسات لما تبين أي جزء من الدماغ يتولى أي مهمة تفيد وايد في مثلا مرضى السكتات، مرضى الحوادث، لما جزء من الدماغ يتضرر. بالتالي لو أنا أعرف كل جزء في الدماغ بالضبط شو يؤدي من المهام تساعدني ان انا اعرف هذا الضرر شو راح يتضرر في المريض، وبالتالي اعطيه علاج طبيعي او اصف له علاج مناسب لحالته الصحية حسب اجزاء الدماغ المتضررة. بس طبعا العمليات المعقدة في الدماغ مثل ما تقول الدراسة تشمل اجزاء، يعني كل اجزاء الدماغ تشترك فيها. فعشان شي نلاحظ ان الناس اللي يسوون عمليات حسابية معقدة أو عمليات فيزيائية معقدة تلاقيهم دائما هادين يفكرون، لأنه يأخذ وقت ويشغل أكثر جزء من يعني أكثر أجزاء الدماغ عندهم. صحيح. ولا شو رأيك يا بدرية؟ إنزين أنا وياك أكيد الكلام اللي قلتي، بس نحب نقول إحنا دائما كبشر نتباهى اللي وصلنا له من إنجازات علمية وتقنية، وخاصة يعني في مجال الحاسوب أو مثلا الاتصالات أو مثلا شبكة المعلومات، وكل هالتباهي يتلاشى إذا إحنا بس شرحنا عرفنا أي عضو من جسم الإنسان كيف يعمل. صحيح. فما بالك بالدماغ واللي هو أكثر عضو تعقيدا واللي لنا الحين ما في جهاز وصل لها درجة من التعقيد. صحيح. وتتخيلين إن حجم الدماغ بس 1500 جرام، يعني 2% من وزن الجسم. صحيح. ويتحكم بكل الوظائف في الجسم، فما نقدر نقول إلا سبحان الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أكيد أكيد. إحنا وصلنا لأول فاصل في برنامجنا، بعد الفاصل عندنا موضوع وايد مهم وضيف جميل تعودتوا عليه بين فترة وأخرى لصحة وسعادة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا قريبا. صحة وسعادة، صبحكم الله بالخير أعزائي المستمعين. رجعنا لكم مرة ثانية بعد الفاصل عشان نكملكم فقراتكم، فقرات برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه هيئة الصحة في دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة نور دبي. للي حاب يشاركنا نحب نذكركم أرقام التواصل 600551414 وعبر الرسائل النصية 4006، وبعد موجودين على لايف إنستغرام نور دبي. اوكي، وبما نقلنا عن لايف انستغرام نور دبي في رساله تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختي اذا الواحد يبغى يقدم شكوى على الدكاتره وين يقدم شكوى؟ لان اللي ما عنده واسطه
ابدا الدكاتره يلعبون فيهم لعب، كل دكتور يقول انا كل شيء اوكي عندي والثاني يقول نفس الشيء. لا اخوي ما الموضوع، ما في موضوع وسط. اذا عندك شكوى على طبيب، على منشاه، على اي عامل فئه الصحه في دبي، عندك قنوات تواصل كثيره، اتصل على 800 DHA او 800-342 هو مركز الاتصال، وقدم الشكوى على هذا الطبيب. احنا من خلال مركز الاتصال توصل الشكوى للعياده اللي داوم فيها هذا الطبيب، وبالتالي تاخذ فيه الاجراء، مثلا نقعد مع الدكتور ونعرف سبب الشكوى. واحد يقول الله يعطيكم الصحه والسعاده، شكرا. وحيد مبروك فوز الوصل وعقبال النصر اليوم ان شاء الله. معني ما فهم في الكره، اللي يفهم في الكره مو موجود بس ما عليه. المهم الا فاز مبروك، ولا ما فاز هارد لك مو مشكله، هي كره دواره. والله اللي يموت اللي ما عنده واسطه يموت، لا والله ما حد يموت الحمد لله، لا لا ما حد يموت ان شاء الله، كنا موجودين فالكم طيب، احنا كنا موجودين لخدمتكم في النهايه. فقدم الشكوى اخوي، واذا حابه تجيني في البرشه بعد حياك الله. دكتوره محمود وين مسافر؟ لا محمود مو مسافر، محمود موجود ولكنه مشغول في عمل اخر، عنده بروجكت. ابغى اي مسؤول يكلمني فالك طيب، انا موجوده في العياده حابه تتصل فيني. شوفيكم انا موجود في مستشفى راشد. ميرا اخوي لو ممكن طرش مسج عشان ميرا تقدر تتواصل معاك، لان عن طريق الانستغرام ما نقدر نتواصل معاكم. طرش اس ام اس على 4006 ان انت تبغى يتواصل معاك من مستشفى راشد. ميرا ان شاء الله بتحاولك على المعنيين. صباحكم بخير دكتوره خوله الحجاج، صباحك ورد دكتوره خوله. حطونا على ضيفنا في الاستوديو، خلي احول الكاميرا على ضيفنا في الاستوديو. تقدمينا يا بدرية. إنزين الحين عندنا فقرة جدا مميزة، وهي بتتكلم عن صحة دبي تستشرف في المستقبل في مؤتمر الصحة العربي. معانا ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة في دبي. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. صباحكم الله بالخير دكتورة بدرية ودكتورة ندى. صباحك ورد. ونتشرف نكون معاكم اليوم، مفتقدين الأخ أبو يوسف كثير صراحة. طبعا احنا في هيئة الصحة في دبي بدأت تنهي استعداداتها للمشاركة السنوية الفعالة في معرض الصحة العربي، واللي بينطلق ان شاء الله يوم الاثنين المقبل. وفي هالوقت الصحة بعد حرصت، هيئة الصحة حرصت على تضمين منصتها في المعرض بما تمتلك من ادوات وفرص لاستشراف المستقبل. وفي الوقت نفسه رصدت مجمل مبادراتها وبرامجها وتطبيقاتها الذكية عشان يعرضونها على رواد المعرض من المسؤولين والمختصين، عشان يحصلون على رأي الجمهور وتقييم مستوى الرضا ودرجة لدى الجمهور ودرجة سعادتهم عن الخدمات اللي تقدمها منشآت الهيئة في دبي. انزين وحول هاي الاستعدادات واللي شو بتشمل عليه منصة الهيئة الصحة بدبي في هذا الحدث السنوي المهم، حب دكتور ان تعطينا نبذة عن معرض الصحة العربي وأهميته. أولا بنستعرض بعض الأرقام من 2017 اللي هي أمامي حاليا. في 2017 الأرب هيلث أو معرض الصحة العربي 2017 بتنظيم من شركة انفورما استحوذ على 64 ألف متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي، اللي هي تقريبا ما تعد يمكن أغلب ساحات العرض اللي موجودة هناك. ما يقارب 4000 شركة عارضة كانت موجودة من 68 دولة و40 جناح وطني من دولة الإمارات. بالإضافة إلى 100,000 مشارك و100,000 زائر. فبالتالي أرقام مهولة هاي، يمكن إذا بنقارنها في معرض أو مؤتمر يحدث عندنا في دبي يمكن جايتكس ما يقارب نفس الحجم. ما شاء الله ممتاز. فهذا شيء يثلج الصدر أن تشوف التكنولوجيا اليوم وأهميتها في دولة الإمارات من خلال معرض مثل جايتكس، وأهمية الصحة في دولة الإمارات من خلال معرض مثل أرب هيلث. ممتاز. طبعا إذا قارنا معرض أرب هيلث بالعالم بنشوف أن أيضا حجمه من ناحية المشاركين والزائرين 100,000 زائر يعد من الكلاسيفيكيشن الهيفي ويت، يعني من الاحجام الثقيله، من يعني المؤتمرات الثقيله تعتبر طبعا. بالضبط. يعني حتى نحن لما نحضر مؤتمر همز في امريكا اللي هو مؤتمر سنوي يتكلم عن التكنولوجيا في الصحه يحضرون ما يقارب 45 الى 50 الف شخص. احنا حطمنا الرقم القياسي يعني عن همز. بالضبط. يمكن في احد المؤتمرات اللي تحدث في المانيا يقارب ارب هيلث، وهو الاول او دائما نحن الاول وهم الثاني او العكس. ممتاز. في كل تصنيف عالمي. ممتاز. فمؤتمر بهذه الضخامه لابد انه بيعرض الجديد وبيعرض احدث التقنيات الموجوده في العالم كلها،
من تقنيات إلكترونية ورقمية ومن تقنيات اللي هي البروستيسس أو الأطراف الصناعية، صمامات القلب، طباعة ثلاثية الأبعاد. فنحن نستمتع صراحة بأننا نتمشى. توكم تكلمون مع الأخت أسمع عن الحذاء المريح. أنا أنصح كل من يزور أرب هيلث أنه يلبس كان وايد كبير صح مريح. وبصراحة يعني حتى دائما نطالب المنظمين أن من كبر المعرض يعملون لنا أب يسهل علينا الانتقال من نقطة إلى أخرى، لأن في أغلب الأحيان نضيع في هذا المعرض. بالضبط مثل العام الماضي أنا ضعت في المعرض من بوابة لبوابة، خط يمكن خلاص ريلي تكسرت. المعرض ما شاء الله ضخم وايد في أقسام، ففعلا ممكن نحتاج شيء يسهل علينا، مثلا أن أنا أبغى أزور مثلا منصة الفلانية أو أشوف الشيء الفلاني أقدر أوصل بالأبليكيشن يكون أسهل. لو تفرون بعد سيارة أو سكوتر شيء يعني الجولف كرات عشان ننتقل فيها، يعني هي رياضة إحنا نشجع حق الناس الرياضة نجهز الرياضة، بس رياضة في الأربعة أوفر تعدينا ما حد دكتورة ندى بعدين حبة يمشي في المعرض كلهم بيركبون هي كلهم بيركبون صح؟ مش سيائر شوارة دكتور محمد تعطينا نبدا عن مشاركه هيئه الصحه في مثل هذا المؤتمر الضخم، شو بتكون مشاركتنا، شو بنقدم؟ واحنا تعودنا طبعا هيئه الصحه دائما من مؤتمر الى اخر في مفاجات واشياء جديده، فشو بتقدمون في هالمؤتمر؟ صحيح فيها مفاجات، فما نبغي نتكلم كثير عنها على الهواء على اساس ان نشجع المستمع انه يحضر عندنا، والحضور يحضرون في منصة هيئة الصحة اللي هي دائما تكون الأنكر منصة أو المنصة الرئيسية في معرض الصحة العربي. في 2018 إن شاء الله بنكون في نفس المنطقة اللي هي في الكونكورس في مدخل المركز التجاري العالمي. طبعا أنا بتكلم عن يمكن أبرز الأشياء اللي بتعرض في المنصة، هي عن الذكاء الاصطناعي وعن برنامج لقياس أداء المنشآت الطبية الصحية الموجودة عندنا في إمارة دبي. تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي، وأذكر يمكن في الحلقات السابقة تكلمنا أن كيف بيفيد الطبيب أو كيف بيفيد الصحة. المثال اللي بيعرض هناك في المنصة بيوفر علينا جهد الطبيب، أو بيوفر علينا أن نحن نعين أطباء أكثر بحيث أنهم فقط يقرون الأشعة. فبي الذكاء الاصطناعي بيقرأ الأشعة وبينظف لنا الديتابيس هذا بحيث أن الطبيب يشوف الأشعات اللي بالفعل محتاجة لاهتمام الطبيب وللعلاج. طبعا الطبيب هني بيوفر وقت وايد، بيوفر جهد كثير بالنسبة له، وبيفضي وقته شوي بحيث أنه تكون عنده أريحية بالتعامل مع المريض، شرح المريض، الوقت اللي يأخذ لشرح المرض ولشرح العلاج. فنتمنى أن هاي التقنية أن تفيد حتى سعادة المتعاملين بحيث أن تقليل وقت الانتظار، زيادة الجودة من حيث التقنية ومن حيث التشخيص للعلاج. وإن شاء الله بتبتدي هذه التقنية من أحد مراكز اللياقة الطبية الصحية عندنا في هيئة الصحة بدبي. ممتاز. دكتور محمد، يعني هل تأيد أن مثل هالمؤتمرات تعتبر عبارة منصة تعرض فيها مثل ما نقول تشو أوف هيئة الصحة، تراويكم فيها خدمات التنافسية، الأشياء اللي ممكن تنافس فيها القطاعات الأخرى أو المؤسسات الأخرى، فهل فعلا هاي منصة لعرض الجديد في مجال على الخريطة التنافسية يعني في مجال الصحة؟ لا شك أن اليوم الذكاء الاصطناعي العالم كله يتكلم عنه. صحيح. هذا الترند الماشي اليوم في العالم. فنحن اليوم سباقين بأن نتبنى هذا الترند، حتى لو كان مشروع صغير لكن نحن بنتعلم منه كثير وبنطبق منه أشياء، بنشوف الكي بي آيز مؤشرات الأداء الموجودة بالضبط على هذا المشروع، حتى لو كان حجمه بسيط جدا اليوم على مستوى أحد مراكز اللياقة الطبية، لكن أنا متأكد أن التجاوب معه والإقبال عليه بيكون كبير، لأنه بيخفض الكلفة، بيخفض الوقت وقت الانتظار، وبيزيد من سعادة المتعاملين بحيث أن اليوم توصل النتيجة بطريقة أسرع وأسهل. أيضا نستخدم هذه المنصة أن بالفعل تعرض هيئة الصحة جميع ما هو الحديث عندها في هيئة الصحة، ولكن أيضا نستخدم هذه المنصة أن نحن نتعلم من العالم كله. عندنا 68 دولة موجودة. ممتاز. فأكيد ممتاز. الكل جاي وجاي بالجديد عنده، وبستوي نقل معرفة ترى مهول خلال هذه الأربع أيام من 29 يناير إلى 1 فبراير. مركز دبي التجاري العالمي بيستوي نقل معرفة بين 100,000 شخص الموجودين عندنا ضيوفنا في دبي. هذا نقل المعرفة أنا متأكد لو ندخل فيه في معيار تميز في برنامج دبي الأداء الحكومي المتميز بناخذ علامة جدا عالية ومشرفة. ممتاز. حلو جميل. الحين بما أن بدينا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي بنكمل إن شاء الله حديثنا بعد الفاصل. أعزائي المستمعين تريونا برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة.
أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين، ورجعنا لكم مرة ثانية بعد الفاصل نكمل فقرات برنامجكم صحة وسعادة، هالبرنامج اللي تقدمه هيئة الصحة في دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة نور دبي. احنا قبل الفاصل بدينا نتكلم عن معرض الصحة العربي وما تتضمنه منصة هيئة الصحة بدبي، وضيفنا نذكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي بهيئة الصحة بدبي. دكتور قبل الفاصل تكلمينا عن الذكاء الاصطناعي، نبغى نعرف أكثر عن الذكاء الاصطناعي هذا وشو المشاريع اللي بتستعرضها الهيئة في المنصة. إذا بنعرف الذكاء الاصطناعي ترى اليوم يمكن إحنا ما نشوفه لكن نستخدمه. إذا أنت استخدمت اليوم جوجل مابس أساستين الاستوديو فأنت استخدمت نوع من الذكاء الاصطناعي اليوم. صحيح. قبل توصلين أو قبل توصلين حتى العمل. صحيح. فإذا تكلمنا عن المشروع اللي بيطبق في هيئة الصحة ترى هو السيرفر أو الجهاز هذا اللي دائما نشوفه في الديتا سنترز نفسه ما يتغير شكله ترى. لكن بتي عليه معادلة حسابية تسمى بالألغوريثم اليوم اللي هي الارتفيشل انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي، وتزرع داخل هذا السيرفر. هذا السيرفر يعطى نوع من الذكاء الاصطناعي بحيث أنه يسهل علي عملية أحد الموظفين في هذه الحالة طبيب. دائما يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمليات اللي هي متكررة اللي هي يعني مثلا بتسوي 5000 عملية منها في سنة. طيب خلينا نستخدم الذكاء الاصطناعي هنا. بالضبط. ليش نستخدم شخص ممكن ذكاء طبيعي يفيدنا في أماكن ثانية؟ بالضبط أكيد. فني بالذكاء الاصطناعي يسهل علينا التطبيق هذا، وبنفس الوقت يسهل علينا عملية التكلفة ويخفف علينا الوقت. ممتاز. طيب هل بنشوف الذكاء الاصطناعي نحن في منصة صحة دبي؟ حاولوا جاهدين فريق الإعلام عندنا أن نحن نشوف ونلمس الذكاء الاصطناعي بطريقة الأوديو فيجوال بحيث أن نحن نتعرف عليه ونعرف على هذا التطبيق. هو التطبيق بي على نوع من الأشعات، بدل ما الطبيب اليوم يشوف له مئات من الأشعات وهو يالس، الحمد لله كثير من هالأشعات تكون طبيعية، فالذكاء الاصطناعي بيصفي لي الطبيعي وبيطلع خارج المنظومة وبيعطيه ريبورت يقول له أنت إنسان طبيعي والحمد لله ما تحتاج إلى علاج. قلل من الوقت وقلل من الجهد كذلك. بالضبط. بيبقى يمكن 10% 15% اللي هي الأشعات اللي هي فيها شيء. صحيح. هاي 15% بتي عند الطبيب بيقول للذكاء الاصطناعي هني نباك تركز يا طبيب بحيث أنك أنت اليوم صفينا لك 85% من الأشعات، والآن نبغي تركيزك معانا في 15%. يشوف أن الطبيب وبالفعل هال 15% استخدام الذكاء الاصطناعي صفاهم، وبالفعل نشوف اليوم أن السنسيتيفيتي ماله أو الحساسية ماله أو الإتقان في استخراج الأشعات اللي بالفعل محتاجة إلى اهتمام الطبيب نشوفها اليوم 88%. ممتاز. جدا جدا عالية. بالضبط. بحيث أن اليوم الطبيب بالفعل اللي وصلها من الأشعات اللي محتاجة اهتمام هي بالفعل اللي تتطلب رعاية الطبيب واللي هي بالتالي تتطلب علاج للمريض. ممتاز. هذا جانب واحد من جوانب استخدام الذكاء الاصطناعي. شو ممكن يستخدم الذكاء الاصطناعي بجانب أخرى من الطب؟ ممكن يعني يتدخل أكثر في علاج المريض، مو بس فرز أشعة، ممكن أو فرز تشخيص أجراء عملية جراحية ممكن. وين ممكن يوصل الذكاء الاجتماعي الذكاء الاصطناعي في المجال؟ بيوصل طال عمرك لمرحلة جدا جدا متقدمة، وما بعيد توصل لمرحلة أنه هو الذكاء الاصطناعي يروح يعمل عمليات جراحية بس غير معقدة. بالضبط. صحيح. بحيث أن العمليات الغير معقدة ممكن اليوم عن طريق الروبوتك سيرجري أو الجراح الآلي بإشراف الجراح الشخص. بالضبط. ممكن يدخل الجراح الروبوتي هذا ويعمل استئصال أو عملية معينة، بس مثل ما قلت تكون غير معقدة. بالضبط. لأن في حالة تعقدت العملية لا بتحتاج إلى الذكاء الطبيعي. أكيد. هذا بالضبط. فهو لا غنى طبعا الذكاء الإنسان الطبيعي، لأن ممكن النقطة الناس لازم تفهمها أن الذكاء الاصطناعي ما عنده قدرة أنه بيقول إمبروفايز يرتجل، يعني أن صار هذا خارج الخطة اللي هي مرسومة، لا يستطيع أن يرتجل ويدارك الموضوع. بينما الإنسان يسهل علينا، حياتنا ويسهل علينا بعض الوظائف. بالضبط. أعزائي المستمعين بس نحب نذكركم أرقام التواصل 600551414 وعبر الرسائل النصية 4006 إذا بغيتوا تشاركونا. أهلا وسهلا فيكم. نروح دكتور محمد مرة أخرى إلى منصة هيئة الصحة في المنتدى.
دائما هذه الصحة تستثمر في وجودها في معرض الصحة العربي، يعني يكون شيء مخطط له من زمان، وفي مشاريع سوف تعرض ممكن لأول مرة أنت مو بحب أنك تعرضها أو أنك أنت تخرب المفاجأة على الناس. فممكن بس تشرح للناس هذا المنتدى الصحة العربي من المقصود فيه، من المفروض يسيره، شو المخرجات اللي أنا بطلع منها لو أنا حضرت هذا مؤتمر الصحة العربي، شو الأهداف المفروضة، من الفئة الموجه لها المعرض هذا؟ طبعا بجانب المعرض اللي نحن نشوفه في مؤتمر أو حزمة من المؤتمرات المصاحبة للمعرض، صحيح، فيما يقارب 10 مؤتمرات مصاحبة تتكلم عن الذكاء الاصطناعي، تتكلم عن الطباعة الثلاثية الأبعاد، تتكلم عن الصحة العامة والقيادة في الصحة وإلى آخره. فالشخص اللي بيحضر أيضا ممكن يختار أنه يحضر أحد المؤتمرات هذه، مو بس يتمشى في المعرض ويستفيد من اللي يشوفه كعارضين. دائما دائما المستهدف في هذا المعرض هم جميع العاملين في قطاع الصحة، وأيضا المستثمرين اللي حابين يستثمرون في قطاع الصحة، بحيث أن اليوم عندك شركات صغيرة ومتوسطة وتعرض منتجاتها، هاي الصغيرة والمتوسطة تنتظر حد يستثمر معاها، بحيث أن تيب هذا البرودكت أو هذا المنتج إلى دولة الإمارات وإلى المنطقة. فهي أيضا دعوة للمستثمرين وللمهتمين في قطاع الصحة أن يزورون هذا المعرض. طبعا كمية التعامل اللي تستوي هناك والمعاملات التجارية اللي تستوي أيضا لا تقل عن، يعني أنا أبغي أقول عن معرض الطيران اللي هو دائما نسمع صفقات ما شاء الله بالمليارات، بالمليارات ما شاء الله، شراء طيارة واحدة ما شاء الله 500 مليون، بالضبط، كل الناس تبتها بالضبط. لكن لا تقل أهمية كمية المعاملات اللي تستوي في هذا المعرض وكمية التبادل التجاري وتبادل الخبرات أيضا. بالضبط، أكيد أن مجال الصحة طبعا مجال كبير ومجال ما يوقف، أو أحسن دائما استثمار اللي في الصحة طبعا، أكيد صحيح، شيء أغلى عن الصحة. وكمية المحصول العلمي التي أنا شخصيا من زيارة هذا المعرض، يعني كمية دائما أشعر أنه لازم أن أحضر أساسا أتعلم شو الجديد. صحيح. الحمد لله نحن اليوم في إمارة دبي وفي دولة الإمارات، الكل يحب يزور دولة الإمارات ويتعرف على بلدنا، أكيد، وبالتالي هذا حبهم للزيارة يقول لك أنا لا، أنا حاب أني أعرض منتجي في هذه الدولة. صحيح. هذه الدولة وفرت لي البنية التحتية الصحيحة من ناحية المعارض، من ناحية استخدامي أنا، من ناحية تسهيلات الفيز وإلى آخره، فبالتالي العارض جاي وهو متشجع أنه يعطيك ويراويك الأفضل. تبادل الخبرات هذا شيء وايد مهم طبعا. أكيد دكتور، احنا قبل ما نطلع الهواء كنا نتكلم عن شيء اسمه نظام قياس نظام المنشآت، هذا ممكن تعطيني بس فكرة عنه وتعطي اعزائنا المستمعين يعني ايش مثلا هذا النظام لقياس اداء المنشآت الصحية الموجودة عندنا في إمارة دبي. طبعا تعرفون ان اليوم عندنا الاف المنشآت، عندنا ما يقارب 35 مستشفى فقط او اكثر، واللي جاي اكثر ايضا. فبالتالي هذه المنشآت انا متأكد اثنينكم دكاترة تيكم اتصالات، وين افضل مستشفى للقلب؟ صحيح، صحيح. وين افضل دكتور في الاعصاب؟ وين بالضبط؟ هذا السؤال وايد صعب، لان اوقات الواحد يعني ما تعرف يعني شو يعني تحتار، صح ولا لا؟ بالضبط. فانت اليوم يعني بيست على المعلومات الشخصيه اللي عندك، بالضبط، تقول لا بالفعل، او عن التجربه مثلا، بالضبط، او عن تجربه دكتور شاطر وكذا توصف لهم اياه ويصير المريض وبإذن الله يعني علاج مكتوب بيد الله يعني سبحانه وتعالى. لكن اليوم نحن نبغي نبتعد عن الآراء الشخصية، نبغي نكون موضوعيين في قياس وفي التجربة اللي بيطلع بها المريض، بحيث أن اليوم شفنا تجربة أمريكا عندهم US World News Report اللي هي تصنيف للمنشآت عن طريق 3-4 أشياء، لكن أهمها أيه أفضل مستشفى في القلب أو أفضل قسم لمستشفى، قسم قلب في المستشفى وأفضل طبيب قلب مثلا، فيعطينا التوب 10 اليوم أفضل 10. ممتاز، ممتاز. شفنا التجربة البريطانية الـ NHS، شفنا أنهم لا يأخذونها من منظور آخر، منظور سلامة المرضى، أقل عدد فولز أو طيحة للمريض في المستشفى، أيوة، نظافة المستشفى، أقل إنفكشن أو أقل التزام بمعايير منع انتقال العدوى مثلا، بالضبط. فهذه أيضا عيبتنا. وشفنا أيضا المعايير الأخرى في العالم، فعملنا شيء يونيك لإمارة دبي، شيء يعني تنفرد في إمارة دبي في العالم،
وبإذن الله بيتم إطلاقه في معرض الصحة العربي، وهذا شيء يطمن الصراحة للمريض والمستفيد من القطاع الصحي في إمارة دبي، أن اليوم بيدخل المستشفى هو عارف البيانات قبل، عارف التصنيف لهذا المستشفى. ممتاز. فما بيتصلون بكم بكثرة، بيشوفون المعلومات موثوق فيها بعد ومعتمدة، يعني هذا شيء جميل. يعني معايير النسخة، نسخة دبي من هالمعايير هي تركز على شو أكثر شيء؟ بتركز في المحطة الأولى على سلامة المريض. صحيح. هذا هو المعيار الصحيح، سلامة المريض أولا، بعدين تي الأمور الطبية الأخرى. لأن لو مستشفى أنا ألتزم أعتقد لو ألتزم بكافة المعايير اللي تضمن سلامة المريض، معناه أنا يعني هذه حققت الكثير، وبالتالي التفاصيل التقنية، استخدامهم للتكنولوجيا، مهارة الجراح، مهارة الطبيب، تشخيصهم للعلاج، الخطأ الطبي أيضا لازم يأخذ في الاعتبار. فكل هذه تعطينا منظومة متكاملة عن هذه المنشأة الصحية، وبيتم التعامل بهالموضوع على يعني شفافية تامة بين المستشفيات وبين إدارة التنظيم الصحي عندنا في هيئة الصحة بدبي، اللي هم قاموا مشكورين بجهودهم الصراحة على مدى سنتين يدرسون شو هي أفضل المؤشرات التي تجب أن تدخل في هذا المعيار. فهالمؤشرات دخلت حيز التنفيذ دكتور محمد ولا إلى الآن؟ بإذن الله بتدخل بعد الإطلاق في مؤتمر الصحة. يعني هذه واحدة من المفاجآت اللي كنت ما تبغى تخبرنا فيها. لا خبرتك أنا يعني قدرنا نطلع منك دكتور محمد شوية. مؤشرات الأداء هاي دكتور محمد، كيف ممكن أنا كمتعامل أطلع على مؤشرات الأداء هاي عشان أقدر أقرر هل أنا أروح لهالمستشفى أو لأول منشأة الصحية الثانية؟ كيف بتم عرض هالمؤشرات؟ بتكون على التليفون، بتكون على الويب سايت، زي بتوصل تقارير، وهي التقارير متغيره دائما. ممتاز. اذا بشبهها انا بشبهها بسوق دبي المال العالمي، الاسم فوق طالع ونازل تتغير. نعم. فبيكون هذه المؤشرات بتكون متغيره دائما، يعني بشكل انا اتمنى شهري تم تعديلها، تم طالع عليها تغييراتها، لأن اليوم إذا عندك مستشفى فوق باكر ممكن تغير الوضع. وهذا بعد بيحفز المستشفيات والمنشآت الصحية أنها تتنافس دائما إنه يكونون الأفضل، ودائما إنه يكونون في مستويات يعني أفضل عن. بالضبط، لأن المريض اليوم يستاهل الأفضل. صحيح. دائما كنت في إمارة دبي، اليوم المريض يشوف فندق 7 نجوم برج العرب. بالضبط. ويشوف الخدمات المتميزة في المولات وفي المطاعم وفي الشوارع وفي كذا، في المستشفيات يجب أن لا تقل عنها، والمنشآت الصحية، العيادات الصغيرة والمتوسطة، ما شاء الله اليوم في عندنا عيادات كثيرة، فكيف نقيمها وكيف نعمل تصنيفاتها، هذا أيضا بيدخل في عين الاعتبار. أنا بس بسألك من سؤال عن هذا دكتور محمد، بس عندنا مداخل أوش عشان ما نطول عليه. أبو أحمد صباحك ورد. نعم صباح الخير والعافية عليكم. هلا تفضل. أنتم متميزين حقيقة في هالبرنامج. إحنا متميزين بمشاركة مستمعين مثلك. خاطر ناس مذيعين مبدعين حقيقة، ولو اختياراتكم صحيحة. طبعا اليوم ما في بني آدم يختلف في العالم كله على إمارة دبي، التقدم في كل شيء. وطبعا نشوف التفكير السليم في هذه الإمارة، الصحة، سلامة الإنسان، الهيلث، يعني شوف التفكير السليم، لما يقولك الجسم السليم وهذا شيء السليم، هذا هو التفكير السليم في هالإمارة. طبعا هاي التفكير السليم معروف من وين طالع ومن وين نابع، وطبعا انتو واللي يحكمون هالبلد. صحيح. يعني صحيح. تفكيرهم سليم سليم سليم، والعالم يشهد اليوم. الصحة هي تاج، يعني مثل في مثل يقولك بعد تاج. صحيح. ما يشوفه إلا المريض. أكيد. صحيح. اليوم لكي على اللي قلتوه وعلى اللي تفضل بالدكتور وعلى اللي موجود واللي متخبي، انا اضيف شيء بسيط، احتمال يعني ما يعني ما بيزيد عليكم، لكن بيكون شيء جدا مهم انتم في صياغه الحديث ذكرتوه. طبعا. اليوم يعني ما ادري هل هذا القانون موجود، اعتقد بيكون موجود. اذا الطبيب اللي يثبت عليه الخطا الطبي، هل ممكن نوقف عن العمل ولا بعد بيستمر؟ بس هني يعني اليوم انا اكلمكم، انا مصاب بخطا طبي وثبت على طبيب الخطا الطبي، ما بذكر وين وكيف، وثبتت المحاكم والدائره واللجان الطبيه والغير الطبيه، وثبتنا على هذا الطبيب الخطا الطبي ودفع التعويض وكذا اليوم. فانا كمريض وكنت انا معرض لخطا طبي، ما زلت اشوف هذا الطبيب يمارس مهنته وفي نفس التخصص، هل
لمن يدين العيادة أو المستشفى أو القسم الطبي شو ما كان من أعضاء الجسم. نعم. وشو هل أنا لو كمريض مثلا صادفني ودخلت مستشفى الماء وشفت نعم. هذا الطبيب، فهل هني في قانون في لائحة في أمر يمنع هذا الطبيب من ممارسة هالمهنة عقب الخطأ الطبي اللي يثبت عليه؟ إن شاء الله إن شاء الله أبو أحمد تسمع الجواب إن شاء الله ولا يهمك. شكرا لك. شكرا. طبعا يمكن احنا مو بالجهة المعنية بالرد على مثل الاخطاء الطبية، لان في لجنة معنية بالاخطاء الطبية، ولكن الخطأ الطبي ترى اذا ما دكتور محمد ايدي مفهوم واسع، في خطأ طبي بسيط لين الخطأ بس ما يؤدي الوفاة، في درجات الاخطاء الطبية. عشان شيء انا اقول لك مو احنا الجهة المختصة نجاوب عليه، ولكن اختلاف درجات الخطأ الطبي مثل ما تقول الدكتور اعتقد قلت دفع تعويض او اي كان العقاب ماله. النقطة اللي ذكرها دكتور محمد وجود مؤشرات أداء للمنشآت الصحية، هل أشياء مثل الأخطاء الطبية كانت صغيرة كانت أو كبيرة بتأثر على مؤشرات أداء هذه المنشآت، وهذا سبب وجود مثل ما قال دكتور محمد. النقطة الأولى هي سلامة المريض، وسلامة المريض الناس تتوقع على شيء بسيط، يعني مثلا المريض يدخل وما يموت مثلا أو ما يصير خطأ طبي. سلامة المريض دكتور محمد طبعا في حسب الاعتماد الدولي الجي سي آي عبارة عن مفهوم كبير جدا، ممكن بس تشرح لنا اياه شوي زياده. صحيح. سلامة المرضى طبعا احنا لما تخرجنا كأطباء اول شيء من قسم الطبيب انه دو نو هارم، انه لا تؤذي المريض، اذا انت ما بتفيد المريض لا تؤذي المريض. طبعا سلامة المرضى مثل ما تفضلتي هو يعني مفهوم واسع جدا، والخطأ الطبي ايضا مفهوم واسع جدا. في خطأ طبي دوكيومنتد اللي هو متوقع، وفي خطأ طبي لا خارج المتوقع ويكون كبير جدا. بالضبط. فتدخل اللجان وتدخل يعني الأمور القضائية في هذا الأمور في هالموضوع هذا، وتشوف كلنا على حدة. طبعا في برنامج قياس أداء المنشآت الطبية تأخذ بعين الاعتبار عدد الأخطاء الطبية على هذه المنشأة وعدد المحاكمات اللي طلعت على هذه المنشأة، بحيث أنه ما يستوي أن مستشفى يقدم خدمة متميزة وما عنده مطالبات وأمور قضائية يساوي مستشفى عنده مطالبات وقضاء. وهذا بس على المستشفى ولا بعد على الأطباء؟ حتى على المنشآت وحتى على الأشخاص. على الأشخاص. نعم. ممتاز. حتى العيادات الصغيرة حتى يكون عليها مؤشر. لا يتجزأ اليوم. بالضبط. إذا شفنا هاي العيادات الصغيرة والمتوسطة ترى هي الضخ أيضا، هي يعني صحيح. إذا كان المستشفى هو القلب فهذه العيادات هي الشرايين. بالضبط. أكيد. مكملة لبعض، لأن في طبيب يعني مثلا ممكن يشوف المريض في العيادة الصغيرة لكن يعمل عملية في المستشفى. بالضبط. جراح مثلا. أكيد. وفي حد من المرضى لا يقول لك أنا لهالمرض هذا أرتاح لهذا الطبيب في هذا المستشفى، لكن لمرض ثاني مثلا الأسنان أنا أرتاح للطبيب اللي صحيح. في العيادة الصغيرة اللي جنب البيت. بالضبط. فبالتالي أكيد. مكملين لبعض، ما أفضل أن احنا نشوفهم في بمقياس ثاني. طبعا بنبتدي بالمستشفيات كمرحلة أولى، وبعدين بني على العيادات الصغيرة المتوسطة، لأن المستشفيات عددها تقريبا 35 حاليا، إذا بدينا فيهم كمرحلة أولى بنقدر ننجزها بسرعة كبيرة. ممتاز. دكتور محمد أنتوا أكيد لما قررتوا تسووا مؤشرات الأداء هاي، هل تم التشاور مثلا مع المنشآت الصحية، تم الموافقة على المؤشرات اللي بتكون ضمن مؤشرات الأداء هاي أو العناصر موجودة ضمن مؤشرات الأداء هذه؟ من 2016 بدأ تشكيل لجنة من معالي رئيس مجلس الإدارة مدير العام، وكان فيها ما يقارب 4 إلى 5 أشخاص من القطاع الخاص. ممتاز. تم مشاورتهم والأخذ بالعين الاعتبار. كان ودنا ندعو الكل أنه يدخل في هذه اللجنة، لكن لجنة تقريبا كانت من اللجان الكبيرة، فيها تقريبا 15 شخص اللجنة. والحمد لله بتوجيهات معالي رئيس مجلس الإدارة معالي حميد القطامي تم التوجيه بأن هذه اللجنة يجب أن تعمل على تحديد الإطار وتحديد المفاهيم اللي بتأخذ بعين الاعتبار، لأن هذا المؤشر رح يظل معانا لسنوات كبيرة. أكيد. ورح يضاف إليه أشياء، فهذه جست البداية. هذه هي البداية فقط، لأن المؤشر هذا باكر إذا واحد منا بيسوي عملية لولده لأخ شخص عزيز عليه بدفنت اللي بيشوف هذا المؤشر ونتائجه قبل لا يأخذ بعين الاعتبار أي مستشفى أو أي جراح. بالضبط. أكيد. هو اعتبر هو عبارة عن دليلي أنا كمتعامل ما لي خبرة بالمجال الطبي أبا أحصل. طبعا إحنا جميعا نأمل أن نحصل على أفضل علاج وأفضل طبيب، من شي دائما سؤالي شو أفضل طبيب، شو صحيح. أفضل على المعلومة الصح يعني أكثر سؤالينا نحن كأطباء أنه وين أفضل طبيب أبوي يسوي العملية، وين أبوي أفضل طبيب أطفال، أفضل طبيب قلب للوالدة كذا. هاي يمكن أكثر الأسئلة التي أنا
احنا. مع ان اتوقع ان مصطلح افضل، انا دائما اقول مصطلح افضل مصطلح فضفاض شويه. صحيح. انا ممكن اشوفها افضل، زميلي ممكن يشوفها مو افضل، ممكن يشوفها اسوء طبيب. صحيح. فلما وجود مؤشر اداء، يعني انا عندي معايير ثابته تطبق على الجميع، معناه اللي راح يطلع افضل هو فعلا افضل مقارنه بغيره. اكيد يحكمون تجربتهم الخاصه فعشان كذا تختلف. فلما يكون في معيار ثابت عليهم كلهم فاكيد يعني بتكون معلومه. هذا اللي نتمناه، الشفافيه العاليه بين مقدم الخدمه وبين متلقي الخدمه المريض، لانه هو في المقام الاول والاخير المريض اللي بيحكم. بالضبط. اكيد اكيد مرضه بيحكم. طبعا كان نقاش جدا جميل، والمعلومات اللي قدميت لنا اياها دكتور محمد اجمل واجمل بعد. بس احنا في نهايه يعني تقريبا الحلقه، نبغى نعرف شو النتائج المتوقعه من مشاركه هيئه الصحه بدبي من معرض الصحة العربي، وكلمة أخيرة. طبعا في النهاية نحب ندعو المستمعين جميعا سواء كانوا من القطاع الصحي أو القطاع الاستثماري أو غيرهم أن يزورونا في معرض ومؤتمر صحة العرب في 2018 اللي هو بيكون من 29 يناير إلى 1 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، وبإذن الله بيشوفون الجديد إذا حابينهم يتعرفون على الأمور الطبية والمنتجات الطبية، والأطباء أيضا بيشوفون شيء يتحفهم إن شاء الله، بتعرفهم على الشركات العارضة والمتحدثين المتميزين صراحة. هدف هيئة الصحة أيضا أنه نشر الوعي والثقافة بالنسبة للأمور الصحية الموجودة. الحمد لله هيئة الصحة قطعت شوط كبير في التكنولوجيا واستثمارها في التكنولوجيا، فأيضا هذه السنة الصبغة التكنولوجية أو الرقمية بتكون عالية جدا في منصة هيئة الصحة. ولكن لا نقف عند هذا الحد، نحن مكملين. صحيح. والذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد وإلى آخره، والمؤشر القياس بإذن الله، هذه والمفاجآت اللي وعدنا فيها بعد مفاجآت أخرى أيضا. وإحنا كنا متحمسين أن احنا نحضر المعرض ونحضر المؤتمر هذا، وهاي دعوة لجميع المستمعين بعد كذلك إن شاء الله. إحنا وصلنا لختام برنامجنا، شاكرة لك دكتور محمد تواجدك معنا اليوم، نورتنا، وإن شاء الله إن شاء الله معاكم في المنتدى ونشوف المفاجآت الجميلة اللي وعدنا فيها. نشكر ناصر السليمي المخرج، شكرا لك يا ناصر، والمنسقة ميرا الغفري، شكرا لك يا ميرا، يعطيك العافية. وكانت معي دكتورة بدرية الحرمي. نلقاكم غدا إن شاء الله، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.